لكتابنا سنة يبلاينة لتوحيد متبك شرك داي تقبرت أن اتقاك إلى النادر واندوم سيكم كيوم تقروم عرب ولا أجر ولا فرج ولا مانن بيهون يا علماتون جيتا الله ببتشن ينت يا ملك نو يتهزز كالله ليلا جيتا بربر نورو أشرف الخلق نفسات شنن اسك مسوات يمن نوداتشون رسول صلى الله عليه وسلم ان قزاتشون ببراء كالله ليلا عمالك تبنبرو نورو انيان آمتا يولا رتشون الناس هاتشنن الناس قدمات نبراء لا ما في يلا سوى الله عند نجر من ملك نجر يلا بيهون نورو أباتن يمسل للج ما نبلا يلا اللهم كو حقاتهم كفا دردو كسو حق بتاتش مالتنا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان اللهم ببتشن ينتقذوا من نقر ان تتقروا بك لولا رتشاتهم ملكامل والوال يا بيه النورو كالله ليلة عمال اكتبه النورو مولتو نبرا بزو اندوم هزب بزو نقر يسرى نبرا انجين دوم كالله ليلة عمال اكتبه فقر نورو بينور ان يقام يدرس نبرا بلا تشنو هاي درس يا الله اتقوننا يسوس اذنتنا شروطا هونو لا اله الا الله لن يدرسننا يدلو تتقامي اتقونن مالتنا كتتقام نبتنا كسرى نبت مسراتو دمو قدلا يان داندا تشلا قدلا با الله لا مقارات يمسل كبر بدلين إنه من يشرك بالله السوبة الله لا يقاراسو مانن يوم مانن فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار منور أو جهنم نط جنة حرام نج كان دي حين السووج بلاي بدأ إيمان رب نفسني بدأ ما نمين آلم الله عز وجل الزوت تكتلوا دمو سبع سستين وآية سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم ان ذاك دوال امبيتنيوچ ناتشو امصوال اماصيا ناتشو انمان من يرغو ناتشو مسام بلن بلو مغب انفلغم بلو ادلم الله يسوس ثلاثنيا نو يام بثلاث اكفلم عندو نتا لله يسطو كهديان ناتشو الله بثلاث يوش ايتنتنم الله بقطر ايزرزرم قل هو الله احد بلا امن يتبارو مره مسرت بقرآن متو أسراه للتنية سورة سورة الإخلاص لي إن تكمدو أعرابتو يتوابو يا الله صفات يمي قلتو آيا وجه تمو اللباتو سورة الإخلاص وسط الله عم دابلاك بيتشانو بلا الرقاد أمن أستمر أسان تبلا النبي عليه الصلاة والسلام أدرسوا عن درسونا سنتنا إيهو يكرانونو بكن بكن تلزي عمالك تسوستانو عمالك تنبيبان لكر كالله ليلة يلن بلنا ودكر ودكر ما عندما عين هالين عنقت هالين راس هالين انقلات هالين بلو عمالك تنين بلو لي متى يميشن يلن يودك يتقفى بيهون الجمال كفترنا عملاك الليلان لمن النملك اللي انتبلوا ستة يكو الله عز وجل من هذا بقرآن اندي هاي نثنين بتأيكو سويت مرسي ستو ما نعبدهم ما قالوا هابنا قاعد بزاتو إنا إلا ليقربونا إلى الله زلفا ورا الله يقربون بلا من جيكم سمعتنا مدرن ما يفتر كان بيكونوا يلوها تارا سمعتنا مدرن كفتر أمت بلاو كسد كاستنفس كامنون وارا تفره تاشول ترسن كبير الدرل عينين ولت بوتا وتشاتشول أسامرو كاسك أمت اللي فتار أملاك ليلة لا أصار ميون الجين من أسكيدة من أنكرات كتي بلاي دكام عالن دكام اكون دمو لنعمل كوات شامل اكتكور دا تهرب الله اتشوال من ارقالو يسروا اتشوالنا واسلو يهونا بوتالي اسكمتوا اتشوال من الباكران تلاي بيدو كوركور روت عراو بي برقر زناب اندين اكاتشو كبوتا ودبوتا واسلو اسكمتوا اتشوال ازا بلا دمو من الباك بيتو نسرانو كتوال اعوان امنا سنة يهونا جبوتا واسلو يدم بكوات شوال السي اينا عمات اينا بصحابوچ زمن بتام اسغرامي ولا تغواراتوش تتغبروا انكو صحابوچ وطافطاتوچو لا اله الا الله التوحيد الملكت سيقبلوا ولاجوچاچون بزدي يادرغو نو ود التوحيد اللي ملسوا سبب يوم عند عندوچو من ارغو
የሚያመልኳቸውን የመናትን የኡዛን የጣዖታቶቻቸውን ቅርንጫፎች በቤቶቻቸው ላይ ያስቀምጡ ነበር። ወጣቶቹ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ወላጆች ወጥተው እስኪመለሱ ያወጡና አንስተው ወስደው ከቆሻሻ ጋር አብረው ያስቀምጡት ነበር። ሲገቡ እንዲያዩት ማለት ነው። ሲመጡ ልክ ሲያዩት ማን ነው እዚህ ጋር ያስቀምጠብኝ ብለው ፊቱን ወልወል አድርገው ወስደው ቆጭ። ማን ነው ረዳቱ አሁን እዚህ ጋር? ጣዖቱ ነው ወይስ ሰውዬው? ሰውዬው እኮ ነው እየረዳው ያለው። ሹፍ አንተ አምላኩን የሚረዳ ፍጡር ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነው? ከዛ ያስቀምጡና በሌላ ቀን ደግሞ እንደገና ጠብቀው ደግሞ ወጣቶቹ ተንኮል አይደለም በነገራችን ላይ ሲያሳ ሂክማ ነው የዳዕዋ ዘዴ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ያነሱና አሁንም ከገማ ውሻ ጋራ ከውሻ ጠንብ ጋር ወስደው ከውጭ ያስቀምጡና ይጠብቋቸው ነበር። ሲመጡ ኧረ አሁን ከውሻ ጋር ደግሞ ራሱን መከላከል ማይችል ከጠንብ ጋር ደግሞ ብሎ ሄዶ መተኛት ጀመረ እንዴ ማለት ጀመሩ። በዛ ምክንያት እነኚህ ተጨማምረው ወደ ላኢላሃ ኢለላህ ተማረኩ ማለት ነው። አላህ እሳ ኢነሁ ዓሊሙን ቢዛት ሱዱር አይደለም ከቦታ ወደ ቦታ የምታንቀሳቀሰው አምላክ ሊሆን አንተ ልብ ውስጥ ያለውን የደምህን ዝውውር ፍጥነት የሚያውቅ የልብህን መገለባበጥ የሚያውቅ በልብ ውስጥ የምታስባትን የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነኝ አለ። በሱረቱል ሙልክ ቁራ ምዕራፍ 67 13ኛው አያ ላይ ማለት ነው። ሌሎች አያዎች ላይም እንደዚህ ነው። ወአስሩ ቀውለኩም አው ይጅሀሩ ብሂ ኢነሁ ዓሊሙን ቢዛት ሱዱር የሚለው አያ ማለት ነው። ሱረቱል በቀራ ላይ ምንድን ነው? ወደ 77ኛው አያ ላይ ተመሳሳይ የሆኑ አላህ ገይብን የሚያውቅባቸው የሩቅን ምስጢር የሚያውቅበት ለፈለገው የሚያሳውቅባቸው የሆኑ በርካቶች የቁርአን መልእክቶች አሉ። ታዲያ ከዚህ ከፈጠረን አምላክ ሌላ አማልክት ለምናችን ነው የሚሆነ? ሊያቀራርቡን ነው? አማላጅ እንዲሆኑን ነው? ሊያስተራርቁን ነው? አንተ አንድ መስሪያ ቤት ስትገባ ዝም ብሎ ይቀበሉሃል እንዴ ይላል። እና ምን ብለው ነው የሚቀበሉ? አይ በሰው በአማላጅ በቀጠሮ በምን አይደለ እንዴ የምትገባ? አዎ ልክ ነው። እና ታዲያ ፈጣሪን የሚያህል ነገር እንኳን እነዚያ እኮ ሰዎች ናቸው እኮ። አንደኛ ቀጠሮ የሚያበዙ ስለሚፈሩ፣ ሰውም ተንኮለኛ ስለሆነ እንዳይተናኮላቸው በዘዴ መንገዱን ጠብቆ በስርዓት ነው የሚሰሩት። ህዝብን ስለሚያገለግሉ መሆን ባለበት አቅጣጫ መሆን አለበት። አዎ የእነሱና የፈጣሪ አይገናኝም። እነሱ ስብሰባ ላይ በሆኑበት ሰዓት አይ ዛሬ ስብሰባ ላይ ናቸው አይገኙም ይባል፣ አይ ለጉዳይ ወደ ሌላ ሀገር ለስራ ጉዳይ ወጥተዋል ይባል። የቀጠሮ ቀንህ ለሌላ ቀን ለሳምንት ለ15 ቀን ሊገፋ ይችላል። አላህን እስከፈለግከው ወቃለ ረብኩም ድዑኒ አስተጅብ ለኩም የትም ቦታ ሆነህ ማለት አንተ ብቻ ጠይቀው እንጂ ላ ተእኹዙሁ ሲነቱን ወላ ነው። አንተ ስተኛ አይተኛም፣ ስትረሳ አይረሳም፣ ስትዘናጋ ይዘናጋ። በጠየቀው ጊዜ የባሪያውን ድምፅ ሰሚ የሆነውን ጌታ ነው የምናመልከው፣ የምንገዛው እሱን ነው። ከእሱ ሌላ የምናመልከው ከእሱ ሌላ የምንገዛው የለም። መርየምን ብትሆን ተገዙኝ አላለችም። የዒሳ እናት ያቺ የበኒ እስራኤሎች ልጅ እና ትውልድ የሆነችው አላህ የመረጣት ምን ብሎ ወመርየመ እብነተ ዒምራን አለቲ አሕሰነት ፈርጃሃ ፈነፈኽና ፊህ ምን ሩሂና ወሰደቀት ቢከሊማቲ ረቢሃ ወኩቱቢሂ ወካነት ምን አልቃኒቲን። ከ1444 ዓመታት በፊት የነበረችውን ባለታሪክ ሴት ነቢያችን መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከተላኩ በኋላ በተወረደላቸው ቁርአን ውስጥ አላህ አሳምሮ አመጣና አወረደው፣ ነገራቸው፣ ንገር አላቸው፣ አደረሱ ለዓለማት። ለዒሳ የተላከው ለበኒ እስራኤሎች ነው፣ ታሪኩ ግን ለዓለማት ነው እንዲታወጅ ነቢይ መሐመድ ያስተማሩ። በዓለም ላይ ስለ እሱ ሊያውቅ የፈለገ ስለ ነቢይ ዒሳ ብኑ መርየም አባት ስለሌለው ዒሳ ያልተሰቀለ ያልተገደለው እስካሁን ድረስ ሰማይ ላይ ስለሚገኘው ዒሳ ታሪክም ይሁን ማንነት ማወቅ የፈለገ ሰው ይምጣ ወደ ኢስላም፣ ይምጣ ወደ ቁርአን፣ ይምጣ ወደ ነቢ መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነተኛ አስተምሮ። ከዛ ውጪ ስለ እሱ ማወቅ የሚችል አንድ ሰው የለም፣ ሊሰብከውም የሚችል የለም። እስካሁንም እየተሰበከ አይደለም ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም። በጭራሽ ሰዎች አላወቁትም። ነቢዩ መሐመድ ናቸው ያስተዋወቁት ነቢዩ ዒሳ ነቢዩ ኢየሱስ ክርስቶስን ዓለይሂ ሰላም ማለት ነው። እናቲቱንም መርየምን እንደዚህ ስዲቃ ናት አሉ። እውነተኛ ነች አሉ እኮ። እውነተኛ ማነሱ? እውነተኛ ናት ብሎ የሰበካት በሌሎች መጽሐፍት ውስጥ አንድ አልተሰበከችም እስከሚባል ድረስ
بقرآن بسفيه تتركا تسبكا سما بامار ونيتا تترتو كعالما سيتو چه تمرت اچنا تقولو بزمنو بنبرت چبتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يولد تاتشو ناتاتشو تتونو سلمريم تركا ساستمرو ينبرو قرآن ملكو تاي مهونو تزيو مرقاقة تچالا يباتاتشو تاريخ عدل ميستمرو ينبي إبراهيم تاريخ نبرا يستمرو ينبي موسى يا داود يا سليمان يا إسماعيل يا إسحاق يا عيسى بن مريم عليه السلام يا نوح عليه السلام يا إدريس يا لوطن النبيات كزمان عدل جمرو ينبروتن حلال لك هونو الله يعززاتشو يتكبروا ينبروا سواليسوتن تمرت سيستمرو غوصاتشون على اسكندر أباتاتشون على متو سلناتاتشو على تركو بدر راس صاحبوش متو سيتايقواتشو أباتي يتنو بلو سيتايقواتشو يموتوباتشون وراجوش مالك جنتنو جهنم لمالك مالك أبطا أسات أستنوا بلو يملسوا الله شوال ياسو سيكفى يتنى نانا يانتم ينين ما بات جهنم أستنى شوال نبي عليه الصلاة والسلام إسلام يزرقنا الدين نبي محمد عليه الصلاة والسلام لزرقنا تلاكم لما ننسوا لأبطا النت لزرقنا تلاكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين تبلون يتلاكم مالك